هذه المبادرة ديال المعهد الملكي الأمازيغية باش أنه يعطي الناس أنه باش يتعلموا باش يكتبوا بتفينا، هي ربما أنه كنمشيو في واحد التوجه ديال استكمال ما تم القيام به في مجال الرقي بالأمازيغية في معهد الدسترة ديالها، بعد سميتو الاحتفال برأس السنة الأمازيغية. انشاء هذا المنصة له دور كبير انه الناس انه تولي واحد الثقافه ديال ان المغاربه كاملين انهم يتعلموا تيفينا، اننا نعترفوا وناخذوا واحد الثقافه ديالنا واحد الارث ديالنا لاننا ناخذوا منه بزاف ديال المعلومات باش ان تكون تيفينا اكسيسيبل تو المود ان شاء الله بحول الله. المعهد الملكي للثقافه الامازيغيه دار منصة باش يستافدوا منها كل المغاربه الطلبه والباحثين باش يدخلوا هذه المنصه الالكترونيه ديال سميتها الثقافه الامازيغيه باش يستافدوا منها ويستافد منهم المجتمع المغربي. هذه المبادره ديال المعهد الملكي لاحكام الثقافه واللغه الامازيغيه غتكون واحد القيمه مضافه بالنسبه حتى للناس اللي ما كاينش في مثلا في المدرج وما كاينش داخل الاقسام، يعني العموم، وهي قيمه مضافه على اساس اننا تكون واحد الالمام ولا واحد تبسيط ديال المفاهيم كانت تربويه ولا ديداكتيكيه ولا معجم ديال اللغه الامازيغيه، وخصوصا انها لغه رسميه بمفعول الدستور الوطني، فهي لغه وطنيه، واحد العدد ديال دورات التكوين اون لين سواء الامازيغيه ولا سواء الثقافات الاخرى واللغات الاخرى، يعني هذا عامل مساعد في التسهيل والتبسيط وتقريب مفاهيم اللغه الامازيغيه ان شاء الله اكثر المواطن كان في الجاليه او الناس ديال داخل الوطن. خص المواطن يطلع على الموقع، وثانيا الاهتمام ديالو غادي يتوجه على حسب اللغه الامازيغيه اللي غتنشر، هذا اذا كان هو عنده المام. نتمنوا والله هذه المواقع تكون عندها مساهمه فعاله.